طيب نبدأ منين؟ هل نبدأ بالقرارات اللي واخدها الدولة، ولا نبدأ بما أدى إلى هذه القرارات وسعر الدولار وكل الكلام ده؟ نبدأ بالمقدمات الأول. يعني نبدأ ماشي. احنا وصلنا للنقطة دي ازاي؟ احنا وصلنا للنقطة دي زي ما حضرتك عارف، احنا بقالنا دلوقتي يعني من 2018 رابع سنة على التوالي الاقتصاد العالمي بيتعرض لأزمات. الاقتصاد العالمي بدأ من 2018 بأزمة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حرب تجارية وسعت النطاق، الاقتصادين الأكبر في العالم 24% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، من حجم الناتج الإجمالي العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية، 16% للصين، بيحاربوا بعض، بيحاولوا يقللوا هما الاثنين الاستيراد، وبيحاولوا يقللوا الواردات بتاعت يعني الطرفين من بعض. يعني ده بيؤدي الى ان التجاره العالميه تقل، معدلات التضخم تتراجع، والعالم يبدا يدخل فيه شبه معدلات ركود، ودوت ياثر على مجمل الانتاج الناتج المحلي الاجمالي العالمي، ويؤدي الى انتشار البطاله في عدد كبير جدا من الدول. التاثير ده حصل عندنا في مصر، وشاهدنا في وقتها تراجع لمعدلات مرور السفن في قناه السويس بسبب تراجع معدلات اثر التجاره العالميه. بعد كده سلمتنا الازمه دي لازمه تانية اللي هي أزمة كورونا. الأزمة دي بدأت في 2018 انتهت في 2020. بدأنا في 2020 بأزمة كورونا، أزمة مسيطرة تماما، أغلقت جميع النشاطات الإنتاجية، غلق النشاط الاقتصادي بشكل عام، الدنيا كلها نايمة، الدنيا كلها واقفة، تراجع ضخم جدا للطلب على السلع والمواد الأساسية. حضرتك شفت البترول في وقتها نزل لأدنى معدل في تاريخه، العقود الأجلى منه يعني نزلت لسالب 30 دولار و34 دولار في يوم من الأيام. متوسط السنة كلها كان عنده 18 دولار، وده سعر زي متوسطات التسعينيات. الدول المنتجة للنفط في الوقت دوت حاولت محاولات ماراثونية ومفاوضات ماراثونية علشان تتراجع عن إنتاج النفط، يعني عشان يبدأوا يسيطروا على السوق تاني ويبدأوا يرفعوا المعدلات من تاني. نجحت بعد مفاوضات ماراثونية، التزمت بالأسعار دي. دخلنا بقى من الإغلاق التام إلى الفتح التام، الناس كلها مع الموجة الأولى بتفتح كلها في نفس الوقت، النشاطات الإنتاجية كلها قافلة والطلب زايد جدا، المصانع كلها واقفة، الناس كلها عاوزة عربيات لما رجعنا نفتح، المصانع كلها واقفة، الناس كلها عاوزة موبايلات وتلفزيونات، المصانع كلها قافلة والناس كلها عاوزة منتجات غذائية وهكذا. عرض قليل جدا، طلب جارف يؤدي إلى تضخم مرتفع للغاية، يسلمنا الأزمة الجديدة اسمها أزمة السوبر سايكل أو الدورة الفائقة. جميع السلع الأساسية من غذاء، نفط، معادن بتشهد ارتفاعات ضخمة جدا، ارتفاعات عالية جدا وصعبة للغاية. تسللنا الأزمة دي إلى نوع من أنواع المناكفات السياسية ما بين روسيا وأوروبا، تبدأ تضغط روسيا عن طريق واردات صادراتها للغاز، يبدأ نشعر بارتفاع في مستوى التضخم، لأن طبعا حضرتك عارف البترول هو اللي بيحرك كل حاجة، أو النفط أو الغاز هو اللي بيحرك كل حاجة، فوق التضخم اللي كان موجود أصلا، عشان نشهد أعلى ارتفاع لمستويات الغذاء في تاريخ مؤشر الفاو أو OECD من 1980، أعلى ارتفاع في تاريخ المعادن من أول لما البنك الدولي عمل البنك شيت بتاعته اللي هو المؤشر الحاكم يعني في الموضوع دوت، واحد من أعلى المعدلات في تاريخ البترول، قريب جدا من المعدل بتاع 2008 اللي وصلنا فيه عند 47 دولار. الأزمة بتاعت التضخم المرتفع دي تسلمنا الأزمة جديدة، أزمة الحرب الأوكرانية الروسية، اللي الدولتين فيها اتنين من أهم مصدري السلع الأساسية في العالم، سواء الغذاء، سواء المعادن، سواء النفط يعني أو الطاقة بشكل عام. وبالتالي تضخم فوق تضخم فوق تضخم فوق تضخم، يوصل المعدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية ل 7.9%، أعلى معدل من 40 سنة، يوصل التضخم في منطقة اليورو لأعلى معدل منذ إطلاق العملة الموحدة، تضطر الولايات المتحدة الأمريكية ترفع أسعار الفايدة مرتين ورا بعض زي ما حضرتك قلت في المقدمة. يبدأ البنك المركزي الأوروبي يقول إن احنا نبدأ ناخد سياسة تجديدية، هنقلل يعني هنرفع معدلات الفايدة وهنقلل تدخلنا في السوق المفتوحة، وفي نفس الوقت يجي لنا البنك المركزي الإنجليزي يرفع معدلات الفايدة 0.5%، بنوك الخليج تسبق القرارات دي وترفع 1%، ونبقى احنا مضطرين حاجة من الاثنين، يا اما نحافظ على الاستثمارات الموجودة في مصر بان احنا نقدم لهم عروض مغرية تخليهم موجودين، يا اما ينتقلوا فورا الى السوق الأمريكية او السوق الأوروبية ونخسر الاستثمارات في أذون الخزانة. عشان النهاردة البنك المركزي بعد 4 أيام من مراقبته للسوق، وبعد 4 أيام من مراقبته الفاحصة لكل التغيرات اللي بتحصل في السوق المصري، يبدأ ياخد قرارات متوازية بأن هو يحافظ على الاستثمارات وفي نفس الوقت يحمي
المصريين وبعدين تدخل وزاره الماليه معاه من الجانب المالي، عشان حضرتك عارف ان السياسه الاقتصاديه لها جناحين طبعا. الجناح الاول هو الجناح النقدي والجناح الثاني هو الجناح المالي. تدخل تحجز على المصريين وتحط لهم حاجز كده يمنعهم من الصدمه اللي هتصدمهم بسبب التطورات الاقتصاديه العالميه، وبعدين تقدم لهم انفاق ازيد، جنيهات ازيد في ايدهم. هو الجنيه اللي رفعت اسعار الفائده بتاعته ده قيمته الشرائيه قلت صح، فانا هديك جنيهات اكتر عشان قيمته الشرائيه ترتفع، فيبقى انا وزنت لك الصدمه الى حد ما. حلو قوي ده بالتفصيل. طيب. ده يعني باختصار سريع كده. جميل جدا، وكان اختصارا رائعا غير مخل على الاطلاق.